اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل الترجي ملك لإفريقيا. الرابع 1-0، الرابع جول، الدبابة يسجل. سامحناك أيها النيجيري، يوم الاعتذار الرسمي. هذا هو يا نيجيري، هذا هو الرابع، هذا هو المدمر مايكل. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الهربة محلاها، المراوغة مبهاها، الكورة مقواها في مرمى كيديابا. 1-0 للترجي التونسي في 20 دقيقة. حكيت على أهداف الشوط الأول، حكيت يا روجي وذكرتك بمكان جميل، فكانت اللقطة الأجمل. مايكل الرامو الآن فريق باب سويقة يصافيك، يناجيك، يناديك ويناغيك، ينسى اللي عملته فيه ويرجع البدايات. القناص قناص يا ابن القناص، اهرب، اتعدى، سامحني كديابة، ما تلقاهاش، ما تعرفهاش إلا في المرمى. القرب بالراس يعطي ولا أحلى من التمريرات. الرامو يراوغ لأفضل المراوغات، وكورة في الكول يا أهم الكولات، ولا أهداف من يرجع الرامو، يمشي الرامو، الرامو ممتاز، الرامو يهرب، الرامو خلص الثاني النيجيري. الله يا نيجيري، الله على أحمر يصبغ، الله من أصفر يطبع، الله على اسمك يا ترجي لما يكتب. العاصمة يسعد الملايين ويستعيد الصدارة من القوي مازيمبي. 2-0 الرامو يسجل. 2-0 الرقصة الأفريقية. 2-0 ويتبادل التحية مع الجمهور. جمهور نساي قلبه أبيض، جمهور يحب النتائج، يحب الأهداف. كنت متأكد من الرياكشن بتاع النيجيري، كنت متأكد أنه سيسجل. الله أيها المدمر، دمر دمر يا مدمر. أوري الكرة النيجيرية. الرامو الأسبوع القادم سيعود للسوبر جنجرز، هزهم 3 تبارك الله. الله 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 أيها النيجيري. يدخل زياد الدربالي في تشكيلة الترجي، بينما كرة تمشي خطيرة بالراس، والهدف الثالث، الهدف الثالث يا هجري، سوبر ستار المباراة، ما فيش كلام. الآن في النقاط يتجاوز الرامو، لأنه شد مليح في الدفاع وجاب الثالث، وهكذا يحتفل الترجيين باستعادة الصدارة. 3-0 يا مازيمبي، أنت خذيت 3 نقاط في الذهاب، والترجي بالثلاث جاب النقاط الثلاث. 3-0 للترجي الرياضي التونسي عن طريق مدافعه وليد الهجري. يرجع الترجي يضرب الكرة الثابتة. نقطة قوة فريق برزويقة ومن ركاز قوة الكرة التونسية. نوادي ومنتخبات روعة. الهدف الثالث، القرب يا معلم، الهجري صناعي، بدلها بالراس، انقلها نقران، والكرة